مرحبا، هلا انتم معي مره ثانيه عم بعمل ريفيو للسامسونج جالكسي اس 2 اللي بعتوا لي اياه. فهلا اللي حامل اني افتح البوكس، هاي الغطاء فاضي فاضي، وهاي التليفون. اللي لاحظته انه التليفون شايفين قد ايه رقيق، بعدين بسايد انه رقيق كتير خفيف، انا حاس حالي ماسك هواء. ما بعرف انه اذا لسه بدي احط فيه البطاريه، بس حتى لو فيه بطاريه ني كتير فيذر لايت. افتح البوكس، بالبوكس بلاقي الكويك ستارت جايد، وفي يو اس بي تشارجر كونكتر من يو اس بي ل يو اس بي، وفي سماعه اي ثينك هيدسيت مع مايكروفون، وكمان فيه التشارجر تاع الحيط الوول تشارجر. ولو نلاحظ بريتش تشارجر اللي هو 3 بلوكس، احنا عندنا بالاردن في بريتش تشارجر شباب صح؟ معظم بيكون في بريتش وفي 2 بلوك بالحيطان حسب انت ساكن. وفي هدول اللي فيكم تحطوهم على السماعات اذا كانوا مو مريحينكم الاوريدي بيجوا. في بطارية، هاي البطارية which is كمان خفيفة، يعني بحس لو ضفتها على التليفون ما رح يسأل وزنه كتير. عموما انا هلا ححط عندي زين سيم كارد، هاي مش دعاية لزين، عندي زين سيم كارد ححطها بالتليفون، هي البطارية، وهنبلش نعمل تست. حعمل تست على جوجل جوجلز اشوف اذا بلقط اشي من الكاميرا، وحجرب اسجل فيديو بالكاميرا as well. وايش كمان راح اجرب الاشياء العادية اللي انا بستعملها اندرويد as an android user، اللي هم الفيسبوك والجوجل بلس والقصص، وبتشوفوها بالفيديو الجاي. تابعوا الجزء الثاني من الريفيو. وهيني ضويت التليفون، بحكي لي ويلكم تو اندرويد، تاتش ذا اندرويد تو بيجن. كبست على الاندرويد، دو يو هاف ا جوجل اكاونت؟ اوريدي هاف ا جوجل اكاونت. راح اشبك الجوجل اكاونت تبعي عملت ساين ان، وهلا راح احط الديتيلز تبعي. اللي لاحظته بالتليفون انه مع اني حطيت البطاريه توقعت انه التليفون يكون ثقيل، التليفون طلع مش ثقيل بالمره. هلا في شيء ثاني لاحظته، انا هلا عم بكتب ما بعرف اذا بتشوف التاتش تبعه حلو، انه بلقط مع انه اصابعي غوريلا. هي عم بعمل ساين ان، خلينا نشوف اذا بيقدر يشبك اوريدي لحاله على الزين سيتنجز ولا لا. لحاله لقط، لو تلاحظوا في فوق صار في اتش و بلس هيك عليها، يعني لحاله قدر يجيب ال settings. هلا عم بيقول لي use Google location yes. Restore my Google account to this device. Keep this device backed up as my Google account. لا، لأنه بصراحة هذا الأكاونت تبعي، بس أنا حطيته عشان هذا بنزل إشي من settings. Automatic لقط إنه الساعة صح، كل شيء صح. Next. التليفون طلع اوريدي، بدي احاول. واو اوكي، التاتش لو تلاحظوا شايفين كثير سموث، شايفين النقط عم تقرب. في شيء لاحظته بمعظم هاي الاجهزه اللي بتكون هي اندرويد فونز، انه الاندرويد فونز هلا في ناس كثير بيقارنوهم، بيصيروا يقول لك انه هذا ريبليكا من ريبليكا من الايفون. ايه هذول قلدوا الايفون. I wanna tell you guys something. انا كان عندي ايفون وبحب احكي لكم شغله، بس انه هذا التليفون اخف من الايفون ب 90 مره بعد الالف. لا هيك اكزاجيريت، اخف كثير من الايفون، سبيشلي انه الايفون الابيض كثير اتقل من الايفون الاسود العادي. وانا بصراحه بحس كبادي وايز شكل الايفون 3 جي اس الطف من شكل الايفون 4 مع الادجز تاعه. هلا بس بدي امسك التليفون وانزل باوفر فيو، بس هيك الخص ايش ميزات التليفون. اوكي هلا اول شيء الكاميرا از 8 ميجا بكسلز which is not applicable on other phones. هلا فيه اشي تاني اللي الكل بيقول لي استعمله لما اجيب هذا التليفون او لما امسكه، اللي هو basically الاموليد سكرين او الاموليد تاتش، which basically I don't know what it is يعني صراحه. ف I want to know. هلا حاول اوريدي عمل سينك للايميل تاعوني جابهم لحاله، و والله جاب لي كل الايميل تقريبا 57 ايميل بالانبوكس. واو فيري نايس. اوكي
التاتش تبعه كتير سهل. هدول في عنا تحت تو تاتش باتنز ومنيو كليك، يعني هذا الوحيد اللي مش تاتش، هذا لازم ينكب بس الريكول باتن، بس الباقي كله تاتش. اللي حامله اني هلا حنزل اشياء من الماركت، ويا اما حاملكم ريفيو تاني يا اما حصور فيه نفسه فيديو واعملكم اياه شير. Stay tuned. هلا في شغلات حاب احكي عنها بالتليفون، فا I will go through it and read it as fast as I'm going with the phone. Okay. هلا لاحظت اللايف بانل انه تعملوا دراج ودروب مثلا هيك كتير سلس، يعني الموشن سنسر فظيع. هيني انا عم بلف بالجوجل توك ايكون، دوختها تقريبا للجوجل توك ايكون، تركتها رجعت مكانها. ف الكونتنت تاعيته كتير ليفبل. تاني اشي بالتليفون لاحظت انه الويب براوزر تبعه لما الف الشاشه لحاله بيعمل معي سويتش، يعني كتير فليكسبل الوضع. هلا الاشي الثاني اللي حلو فيه انه ما جربتها صراحه بس I'm gonna try it now، انه التليفون بيمكن يصير زي الوايرلس راوتر، يعني I can connect and share my internet with people instantly. Thank you كتير سامسونج ليفانت على انكم عطيتوني هذا التليفون اعمله تيست 3 ايام. I will make sure to take photos and videos as much as I can and share them with everyone I know. شكرا.